وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أوضح المهندس فهيم عبد الله رئيس الممتلكات الإسكانية بوزارة الإسكان مقترحات الوزارة التي تضمها مبادرات إجراء تعديلات على اشتراطات التعمير لمناطق الإسكان المستجابة لرغبات المواطنين. الإسكان كنا نرصد عملية تنفيذ اشتراطات التعمير التي تم إصدارها من قبل سعادة وزير الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني في مايو 2018 وحتى الآن، وقد وجدنا أن هناك رغبات موجودة من المواطنين، وأيضا هذه الرغبات نقلوها لنا الأعضاء البلديين في أكثر من اجتماع، وكذلك بعض أصحاب سعادة النواب، فضلا عن اجتماعات التنسيقية مع أقسام التراخيص في البلديات كانت تتركز جلها حول السماح بالبناء خلال السنة الأولى. من خلال الدراسة تبين للوزارة إمكانية تعديل البند المتعلق بحظر البناء خلال السنة الأولى من أجل إتاحة المجال للمواطنين في تقدم لطلب رخص بناء ومباشرة البناء. طبعا العمل أو البناء ممكن أن يكون ترفيع السور الخارجي أو يكون بناء طابق كامل أو بناء مرافق أو بناء بعض التحسينات اللي اقترحتها وزارة الإسكان على المواطنين وفق نماذج موجودة على موقع إلكتروني وتمت توفيرها أيضا للمواطنين.